تستمر المبادرات والجمعيات الأهلية بالانطلاق إلى المحافظات المنكوبة في سوريا بقوافل التبرعات والمساعدات الإنسانية. سارعت المبادرة اليوم بقافلة الأولى، هلأ تسيرت، والقافلة الثانية الآن عم تتسير إلى محافظة اللاذقية بالتشبيك مع السادة مدراء الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات واللجان الفرعية للإغاثة، وأيضا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظات ريف دمشق ومحافظة دمشق. حقيقة اليوم عم نعيش بصراحة جو سوري بامتياز، من التشبيك من التعاون. الشباب السوري فريقنا العمل الله يعطيهم العافية عم يبادر ويشتغل، عم يجي يشتغل بكل محبة. ضمت القوافل مواد غذائية وألبسة بالإضافة إلى مستلزمات مختلفة قدمتها الأسر السورية إلى مراكز الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية المسؤولة عن استلام التبرعات وتوزيعها. اليوم أنا جاي فزع للمبادرة الأساسية من أجل المساعدة بمساعدة وصال المعونات لأخواتنا المتضررين باللاذقية، وإن شاء الله يعني الحمد لله مش الحال. تقريبا فينا نقول إنه حملنا هلأ السيارة الثانية، طلعت السيارة الأولى انطلقت تقريبا فينا نقول على الساعة 2، وهلا هاي السيارة بجهود الشباب كلها من المتطوعين والأشخاص الموظفين تم تحميل السيارة الثانية، وهلا هي على وشك التجهيز وتقريبا دقائق معدودة ورح تمشي إن شاء الله. دورنا نحن كعلاقات اليوم والفريق الإعلامي إنه هو يصور ويوثق كل شيء للعالم لحتى تشوف هي بعينها كيف عم تتحمل القوافل وكيف عم تبعد وكيف عم ينضبوا الأغراض. نتشكر كثير مدارس تفاعلت معنا، مدرسة الوطنية مشكورة هي والطلاب وكلهم بعتوا فريقهم كلهم هو عم يضب معنا اليوم كان على مدار 3 أيام. اليوم حلو كثير إنه إحنا نشوف إنه هذا الجيل الجديد اللي هو طالع الشباب والصبايا هن عندهم روح حب الوطن وروح الانتماء للوطن. لم تنضب غيرة السوريين تجاه بعضهم البعض منذ بدء الكارثة حتى اليوم، إنما تزداد حالة التضامن والمواساة في محاولة لتسريع عملية التعافي من أثار هذه النكبة.